السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم عمي الحاج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنشكرك بزاف على هذا البرنامج والله يكثر خيرك. العفو لاله حنان. أنا أخو أنا عمي الدكتور قريبان مشلو لميديا ورليا والأب تخلى عليا منذ كانت عندي عام وسبع شهور في العمر ديالي. لا إله إلا الله. ماتت الأم وخلتني بنية صغيرة عندي عام وسبع شهور من ثم الأب تخلى عليا. تصور دابا عندي 35 عام. ياه. وداك الأب مع أمه ما هزت التليفون وسول فيا. أنا معاقة غنما ديال التليفون كندوزها غير بالفم ديالي. لا إله إلا الله. وعايشة مع جداتي موت الوالدة مسكينة مرة كبيرة مرة كبيرة ومسنة وهي مريضة أصلا هي عندها أمراض مزمنة. وهذاك السيد هذاك ما عرفش واش ما كنتمناش شنو نقول لك ما كنتمناش كاع الآباء يكونوا بحالو ما عرفش واش مع أمو ما هزته كبته وعيط لي حتى في التليفون ما عرفوني واش ميتة لا ولا خوتي ما عرفني واش ميتة واش حية وحدي في الدنيا غير خطاتني هاد السيدة المصير تاعي ضايع وتشرد. لا حول ولا قوة إلا بالله. شنو نقول لك عمي الدكتور كيبقى في الحال كنقول شوف الناس كلشي الناس كيسولوني كيقول لي علاش باباك تخلى عليك ما عرفتش حاول تعرفي السبب ولكن أنا ما السبب ما عرفتوش شنو واش بسبب الإعاقة. الحنان قولي يا بنتي شنين هو الإعاقة اللي عندك؟ إعاقة حركية ما مشلولة ميديا ورليا الموكلتني جداتي غير خبيزة كوي ساعتي من الموكلتني جداتي ما كناكلش. مشلولة من يديك ورجليك؟ آه. لا إله إلا الله. وكي كتحرك يا بنتي كي كتعيشي كيفاش كتصرفي دابا الآن كتكلمي معنا بالتليفون كي كديري في التليفون دابا حاليا؟ التليفون كندوز النما غير فمي. بالفم ديالك؟ بالشفايف تاعي كندوز النما. آه عمي الدكتور. لا إله إلا الله. شنو نقول لك عمي الدكتور قريبا اللي غير جي الله يكثر خيرهم هما اللي رجعت كنطلبهم الله يكثر خيرهم هما اللي كيعاونوا جدتي سيد جدتي ما بقاش قادره عليا يعني مسكينه مرة كبيره غير انا بوحدي وديك الاعاقه ما عنديش بقات عندي مشكل في الاعاقه بحكم هاد الظروف اللي انا فيها لقيت راسي بوحدي في الدنيا ايه تكونت عندي امراض اخرى بحال اش بنتي وقع لك شنو هما الامراض اللي جاوك عندي اعصاب المفارن الله اكبر مابقاش عندي الخاطر مابقاش كنعس واش كنعس بالدواء سيرو باش كنعس سيرو ديال النعاس باش كنعس لا حول ولا قوة إلا بالله الليل مني كنعس ما كنعسش مرتاحة كنشوف شي كوابيس بغيت غير نمشي نهار نعس مرتاحة ما لقيتش لا حول ولا قوة إلا بالله حنانة بنتي هاد الوضعية أنت واش عمرك قريتي في المدرسة ملي كنتي باقا صغيرة؟ لا 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 أنا ما عمرني مشيت المدرسة كبيرة انت كتخرجي وخا إعاقة عندك من يديك ورجليك كتخرجي كيشوفوك الناس كتشوفي الناس؟ لا سواء بغيت نمشي للطبيب خاصني بغيت نمشي للسبيطار الحكم القاعدة دي شي حالة زاد عليا الحال كنت كي طوموبيل ب 500 درهم باش كديني لكازا ولا السرطة من الليل كنهب انا بعيد على كازا بشي 28 كيلومتر باش كان باش بعيد على كازا في الحد القديم لا إله إلا الله يعني انا شويه بعيد على كازا بزاف اللي بغيت نمشي ملي كنتمحل يعني حد الدار تصور عمي ما كنخرجش من البيت بيتي كناكل فيه كنعس فيه كنبقى فيه نهار كامل لا اله الا الله عرفت مني كنعس كنتمنى ما يطلعش النهار لا حول ولا قوه الا بالله انا فيها وعمي الدكتور كريم شنو نقول لك حالتي زعما ربي اللي مطلع بيا كنطلب الله يوقف معايا يا رب حنانة بنتي درتي شي اجراءات ان مثلا تشوفي شي جمعيات اللي كيتكلفوا بالناس اللي عندهم الاعاقه ربما تلقاي شي مساعده شنو نقول لك عمي تلقى جمعيات ما كاين والو باش نكون صريح معك انا انخرطت مع وداد كدا المعاقين في كازا شحال هادي ايه وما داروا معايا والو
خاط في جمعية أخرى في المحمدية وما داروا معايا والو. بزاف في الجمعيات كاين جمعيات يزاروني قاعدين ديال إخواني قاعد نوري إخوان دوك إنكم متدينين بغاو يعاونوني ولكن ما كيديروا كيوعدوك ولكن ما كيكملوش. حنان دابا أنت بنتي أشني نوع المساعدة اللي كتخصك وأنت عندك إعاقة من يديك ومن رجليك؟ أول حاجة عمي أنا كنطلب اللي بغى يدخل الحال بغى يشوف الحال ديالي. إيه؟ دخل اليوتيوب. نعم. دير نداء حنان الصموري. نداء حنان الصموري بالعربية. ميدير حنان الصموري ستدير حنان الصموري يطلعوا لي بزاف. يدير نداء حنان الصموري في اليوتيوب. مصورة نفسك في اليوتيوب؟ مصورة نفسك؟ كاين فيديوهات صوت وصورة. شنو هي الغاية منهم باش يتعرفوا عليك الناس؟ باش أول حاجة كندير نمرتي في راديو الناس ما كيطيقونيش الأولى. إيه. وثانيين دوك الفيديوهات يعني كاين شي قناة كاين واحد القناة اللي تصورت معايا من راديو هيت. إيه. لاحوها وكاين بزاف تاع فيديوهات على أساس باش كنطلب المساعدة. لا إله إلا الله. وشنو نوع المساعدة اللي كتطلبيها بنتي حنان؟ ونعاود نقول هل جات على خاطرك؟ إيه. حنان؟ حنان ما شاء الله انقطع الخط مع أختنا حنان. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. للأسف الشديد هناك مثل هذه الحالات كما سلف الذكر ترد على الإذاعة يوميا. ناس في وضعية صعبة يحتاجون إلى المساعدة. هناك من يعاني من أمراض عضوية، عملية جراحية. هناك عدد كبير من المحكوم عليهم بالإفراغ. هناك المعسرين اللي كيجوا دائما عندهم ديون في جهة معينة ومهددين بالسجن. وهناك حالات اللي كتعيش واحد الفقر الشديد، كتلقاهم إما عندهم إعاقة وكيقلب على كروسة أو كيقلب على دواء أو كيقلب وما كيلقاش، فكيتقلب على الإذاعة. حنا ما يمكن أن نفعله أن نحسن استقباله أولا، أن نهدئ من روعه. إلا قدرنا نعاونه بشي حاجة كنعاونوه، نطلبوا معه ندقوا الأبواب كنديروها. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بنتي حنان نتمنى إن شاء الله تعالى الكلام اللي قلته يكون فيه فائدة، وحتى الكلام اللي قاله السي محمد من الدار البيضاء يقدر يكون فيه فائدة. هذو أناس كيبغوا المساعدة، ولكن حسب قانون البرنامج ربما يمنع علينا أن ندرج مثل هذه الأمور. فمعذرة لا إله إلا الله. ولكن كنبغي نقول للا حنان والسي محمد من الدار البيضاء وأي واحد معسر، غنقول بأن الإذاعة ولا الإنترنت ولا هادشي كله غير وسائل للتواصل من أجل تبليغ الفكرة وربما الحصول على بعض المساعدة. لكن الرزاق سبحانه وتعالى هو في كل وقت وفي كل حين. الله سبحانه وتعالى يفتح جميع الأوقات على مدار الساعة في كل زمان وفي كل مكان. ربنا سبحانه وتعالى إذا طرقت بابه يجيبك. وسبحانه وضع لنا مواسم وأوقات مباركة كقيام الليل وأيام الجمعة وأيام رمضان، أيام مباركة وأزمنة مباركة فيها الاقتراب أكثر من الله. أسجد واقترب، أسجد واقترب. كان بغي نقول لهؤلاء الناس المعسرين والفقراء والمرضى والمحتاجين ممن يلتمسون الإحسان والمساعدة، أقول لهم لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. كلما أن الإنسان طمع في الخالق سوف يهيئ له ربنا سبحانه وتعالى الأسباب، وسوف يسخر له أهل الخير وأهل الفضل يأتون إلى بيته ويطرقون بابه ويقدمون له المساعدة الممكنة. هذه عقيدة صحيحة أقولها لأحبتي الكرام، وربما قد أحكي لكم قصص حقيقية واقعية عشتها مع أناس كان فيهم قوة الإيمان وقوة اليقين. والله ما احتاجوا خلقا من المخلوقات، لأن الخالق عز وجل يتجلى عليهم فيسخر لهم أجود المخلوقات، يسخرهم ويقذف في قلوبهم المحبة والمودة ويأتي إليك لخدمتك. سبحان من سخر هذا لهذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.